نعم 5000 هلال. نعم معناها في عنف شوي من لعبه الهلال. نعم انا بقول ضغط الجماهير والحماس الزايد ممكن زاد نسبه ال وممكن سبب ثاني هو سرعه لاعب الفريق الكوري. نعم بتؤدي طبعا اللاعب السريع دائما تحتفل معه. بطاقه صفراء وحيده للهلال مقابل بطاقتين للفريق الكوري. على البطاقه لمدافع ولا ما عندي التفاصيل برضه كان لها اثار طبعا، لكن ده بوريك انه فعلا في سرعه لاعب او سرعه ريتم لعب الفريق الكوري عامل ضغط للاعبي الهلال. لكن الحمد لله انه نحن زي ما قلت لك نرجع نربط الاحصائيات كلها مع بعض بنلاقي في تفوق للهلال في 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 الاستحواذ في التركيز الناحيتين المتفوق فيهم. الاستحواذ عموما 53 ل47 للهلال، التهديف على المرمى بنسبه متقاربه جدا، اعتقد انه في تفوق نسبي للهلال. الشيء اللي بتمناه انا في الشوط في ركنيتين للهلال مقابل ركنيه وحيده لفريق الكوري برضه متقاربه جدا يعني طيب. تاكد التنافس القوي في المباراه دي. الشيء المهم جدا بالنسبه للهلال في الشوط الثاني قراءه الشوط الاول والاستفاده من اخطاء الهلال في الشوط الاول بالتعديل. نعم والاستفادة من أخطاء الفريق الكوري بالتركيز على نقاط ضعفه وغفل مفاتيح لعبه. أنت بتكون قريتها في الشوط الأول، أفتكر أنه ده المفروض يحصل للمدرب الهلال في الشوط الأول. طيب جميل.